تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين. نهار جميل، نهار بارد، ما شاء الله الجو تغير فعلا، بدينا نحس بنسمات الشتاء من بداية هذا الأسبوع. فأتمنى لكم إن شاء الله جميعا تكونوا دائما بصحة وسعادة في هذا الجو الجميل، وطبعا دائما نقوله ناخذ احتياطاتنا عشان ما نصاب بالأمراض اللي تنتشر بالعادة في هذه الفترة من السنة. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. اليوم محدثتكم دكتورة ندى الملا، زميلي محمود بيكون موجود في منتدى دبي الصحي اللي تقام أعماله على مدار يومين، اليوم مباشر إن شاء الله في مركز دبي التجاري العالمي، وبننتقل إن شاء الله محمود بعد الفاصل عشان يعطينا بث حي، لقاءات، أخبار عن المنتدى، بعض الورش التفاعلية اللي بتكون فيه وغيرها من الأخبار الخاصة بمنتدى دبي الصحي 2019. مثل ما تعودنا دائما، أول شيء نرحب بالطاقم الموجود معانا في الإخراج عيسى سبيل، صباحك ورد يا عيسى. في التنسيق عندنا أم خليفة ميرا الغفلي، يعطيك ألف عافية أم خليفة. واليوم تشاركني التقديم مثل ما تعودتوا كل اثنين وخميس، تكون في التقديم معانا دكتورة عايشة البصي، صباحك ورد يا عايشة. صباح نور ندى، شو أخبارك اليوم؟ الحمد لله. شو رأيك في الجو؟ روعة روعة صح؟ جو طلعات ومو قاعدة في الاستوديو. بس بعد جو الاستوديو نحرض المخرج ونحرض المنسق، أنا مو جو استوديو، فبنخلص البرنامج بسرعة عشان نستانس بالجو برا. فنذكرهم أول شيء بأرقام التواصل، أذكركم بأرقام التواصل 600-55-1414، رسائل النصية على 4006. حياكم الله، مداخلاتكم صراحة تفرحنا وتثري البرنامج. أكيد عندكم ملاحظة، عندكم شكر، عندكم ما نحب نقول شكوى، هي ملاحظات، عندكم اقتراح، ترى الاقتراحات وايد مفيدة لأنها تساعد في تحسين الخدمات. دائما لما يكون اقتراح صادر من متعامل يكون يثري أكثر من لما يكون صادر منا إحنا كموظفين، لأن إحنا كموظفين نشوف دائما البيئة العمل من وجهة نظر محددة، لكن لما يكون من الطرف الآخر أنت كمتعامل تشوفه من ناحية أخرى، بالتالي لما يكون اقتراحات من الجانبين أكيد نساعد في تحسين الخدمات بشكل أفضل. ثاني شيء خدماتنا تصب لهم، يعني تصب نركز على شريحة المجتمع. النقاط اللي بيضيفونها لنا وايد، يعني نحتاجها في كل خدمة من خدماتنا. وطبعا احنا دائما يعني مراكزنا كلها عبارة عن مراكز خدمية تخدم المتعاملين. راح نبتدي بالدراسة مثل ما تعودتوا، دائما يكون عندنا دراسة في البداية، والدراسة هذه أتمنى أنها لو فعلا طبقت أن تساعد الناس في المعضلة اللي وايد ناس يعانون منها، ألا وهي تخفيف الوزن. شو تقول هالدراسة؟ تقول قضاء السمنة عبر جهاز يثبت في المعدة لخداع الدماغ. ابتكر علماء جامعة ويسكونسن ميديسن جهاز طوله 1 سنتيمتر يمكن تثبيته في المعدة لإخبار الدماغ بأنها ممتلئة، وذلك عبر تيارات بسيطة من الكهرباء. ينشط الجهاز عندما تبدأ المعدة بتحريك الطعام طبيعيا أثناء عملية الهضم، مما يؤدي إلى توليد نبضات كهربائية يتم توصيلها إلى العصب المبهم أو الحائر الذي يربط القناة الهضمية بالدماغ، كي يفهم الدماغ أن المعدة ممتلئة بعد عدة جرعات من الطعام. قاموا بعض الاختبارات على الفئران، وأظهرت الاختبارات أن الجهاز قلص استهلاكها الغذائي بمقدار الثلث، وتسبب في فقدانها 38% من وزن الجسم بعد 15 يوماً فقط. على عكس حزام المعدة، هذا الجهاز يمكن إزالته بسهولة. تعود الفئران إلى عاداتها السابقة في الأكل مباشرة، ونشرت النتائج في مجلة Nature Communication العلمية. قال العلماء أن النبضات ترتبط بحركة المعدة، مما يعزز الاستجابة الطبيعية للمساعدة في التحكم بكمية الطعام المتناولة. والتقط الجهاز حركة التموجات في معدة الفئران من خلال جهاز كهربائي لقياس تحفيز العصب المبهم عن طريق الأقطاب الكهربائية. الجهاز أظهر تقدم واضح من ناحية المخاوف المتعلقة بالسلامة، يعني طالع أنه يعني سليم، يعني ما له أعراض جانبية، وظل في وضع ثابت طوال فترة الدراسة.
شو رايك يا عواش في الدراسة؟ هو شيء جديد والناس الحين وايد مركزة على سالفة تنزيل الوزن وب ما نقولها بأبسط أو بأقل الأشياء اللي تسوى بس دراسة حلوة وحلو أن الواحد يبتكر شيء جديد وفي سهولة للناس، خاصة في ناس ما أقول في ناس ما تقدر تمارس الرياضة بشكل يومي، خاصة الناس اللي عندهم مشاكل في ريلهم أو في ركبهم، فهالشيء وايد بيفيدهم. وثاني شيء النقطة الثانية اللي قالوها بالنسبة لها سلبيات لها إيجابياتها ولها سلبياتها اللي هي أن الفئران أن بعد ما وقفوا واستخدام الجهاز عليها ردت تاكل على طبيعتها صحيح. ما حست بصعوبة أو تقبلها للأكل كان عادي صحيح. معظم الناس اللي تكون في نظام غذائي فترة طويلة أو تستخدم الأشياء الجديدة أو الأشياء اللي نحن نقول انترفيجن فيها على الطبية بعد ما يبتدون يأكلون يحسون بتغيرات أو أن ما يتحملون الأكل، فهالشيء بعد زين أن الواحد بعد ما يبتدي يأكل يرجع ما يحس بتعب وايد، بس في هالنقطة أني يحاسب عشان ما يرد وزن نفس قبل. احنا دائما نركز نقول هو عبارة عن نمط حياة، إن تبى تنزل وزنك الناس شو تسوي بالعادة؟ يعني لما تبتدي تفكر تنزل وزنها ما تعتبر أنه تغيير في نمط حياتها، إن لا مثلا ست شهور راح أسوي رجيم مثلا قاسي، راح أسوي رياضة، راح أعتمد أدوية تقنيات إبر أيا كان، ست شهور عشان ينزل وزني وبعد هذا تتوقع أن ترجع لنمط حياتها الطبيعي 100% اللي هو كان قبل ما تبتدي مشروع إنزال وزن، وهذا هو الخطأ الكبير. عشان شي تلاقون كثير من الناس اللي تنزل وزنها بعد سنة أو سنتين تلاقون رجع نفس الوزن، يقول لك ليش رجع زيادة مرات أكثر، لأن في هالفترة يلتزمون بقسوة ويعني يكونون ملتزمين جدا بالنظام اللي هم حاطينه حق نفسهم، بعد هذا لما يرجعون نمط حياتهم الطبيعي حركتهم تقل، كمية أكلهم تزيد، بالتالي راح تجمع مرة ثانية الدهون عندكم في الجسم وراح يزيد وزنكم. فلازم إن نركز على هذه النقطة إنه يكون نمط حياة، حتى هالجهاز معنا مثل ما يقولون جهاز آمن راح يحطون لكم مو طول العمر، راح يكون فترة معينة سنة الاعتبار، يعني مع أنه ما شاء الله فقدان وزن كان كبير يعني 38% خلال 15 يوم فقط، تقريبا أقل عن النص بشوية بشوية، يعني لو خلينا شهر ممكن واحد يفقد نص وزنه، لكن بعد ما يشلونه شو راح يستوي؟ هذه هي. وثاني شيء حتى إذا نقص نص وزنه، أنا مو بالهدف أني بس أنزل وزني صح. أنا بنزل وزني وفي نفس الوقت ما بأثر على جسمي بطريقة سلبية، ولازم يكون معاه نمط، لازم يكون معاه رياضة، شيء ضروري جدا. في كثير من الناس لما تتبع نمط حياة صحي دائما شو يقول؟ لا لا دكتور لا تقولي مارس رياضة، قولي وقف أكل أسهل. إزاي ترى إذا وقفتوا الأكل، إذا قللتوا الأكل نزول الوزن عندكم ما راح يصاحبه شد للجسم، بالتالي راح ينزل وزنكم وراح يكون عندكم ترهل في العضلات، ترهل في الجلد، وغير هذا بعد مدة راح تلاقون ان نزول الوزن عندكم صار اصعب، يعني ممكن اول شهر ينزل وزنكم 5-7 كيلو، ثالث رابع شهر راح تلاقون كيلو كيلو نص او كيلوين، وتستغربون شو السبب ان الوزن ما قاعد ينزل مع ان انتم قاعد تقللون كمية الاكل، لان الحرق مو موجود عندكم، لازم نمارس نشاط رياضي عشان يساعدنا على الحرق. فنزول الوزن عبارة عن نمط حياة يتكون من تقليل أو تناول طعام صحي وممارسة الرياضة. احنا ان شاء الله الحين راح نطلع فاصل، بعد الفاصل 10 راح ننتقل الى مركز دبي التجاري العالمي في بث حي من هناك مع الزميل محمود لتغطية منتدى دبي الصحي 2019، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل ويانا 600551414 ورسائل النصية على 4006. حياكم الله. اليوم فقرتنا الثانية بتكون عن منتدى دبي الصحي 2019. تستضيف هيئة الصحة في دبي منتدى دبي الصحي بهدف الترويج للإمارة كوجهة رائدة للسياحة والرعاية الصحية كجزء من أهداف 2016-2021 الاستراتيجية. يعمل منتدى دبي الصحي على جمع خبراء الرعاية الصحية والطبية والمتخصصين والعاملين في المجال في سلسلة من المناقشات التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا وفرص الاستثمار في المنطقة. ويتيح منتدى دبي الصحي للمشاركين والعاملين في الصناعة فرص للتواصل مع
أقرانهم من علماء وأطباء وباحثين من جميع أنحاء العالم. يقام المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في سعي دؤوب لضمان توافق المرافق والخدمات الطبية في دبي مع المعايير الدولية الحديثة بالتزامن مع العمل على نشر السعادة بين سكان المنطقة. ويانا الحين من المركز التجاري زميلنا محمود يوسف نقل حي لمنتدى دبي الصحي 2019. حياك الله محمود. يا صباح الوردي محمود. ما شاء الله، يعني أنا توقعت الدكتورة واحدة موجودة في الاستوديو، احنا موجودة دكتورة ندى ودكتورة عائشة. صباحكم الله بالخير. صباح ورد. وفي هذا اليوم الجميل اللي تنطلق فيه يعني واحدة من أكبر الأحداث الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، منتدى دبي الصحي اللي انطلقت يعني قبل قليل فعاليات الافتتاح الخاص بالدورة الثالثة. هذا المنتدى الذي يقام برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. اليوم تنطلق الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي مثل ما ذكرت الدكتورة عائشة بمشاركة من نخبة من القيادات الصحية من أطباء خبراء صناع قرار من مختلف دول العالم، شخصيات كبيرة في القطاع الصحي العالمي حقيقة موجودين معانا هني. المنتدى يعني أنا كنت حاب أني أحاول أستضيف حد من الشخصيات هذه الموجودين معانا، ولكن لأن حفل الافتتاح جاري الآن بمختلف فقراته بعطيكم بعض المحاور السريعة، وإن شاء الله بعد الفاصل أقدر أطلع معاكم مع أحد المتحدثين. أنا موجود حاليا في المعرض المصاحب لهذا المنتدى. المنتدى فيه 7 محاور رئيسية يعني تتناول مختلف الجلسات ومختلف ورش العمل اللي موجودة. يتناول صحة الأسرة والمجتمع في المقام الأول، في هنالك محور للقوة البشرية العاملة في مجال الصحة، أيضا الرعاية الصحية التي تركز على المريض هذا محور ثالث، محور رابع الصحة العامة، المحور الخامس مثل ما ذكرت الدكتورة عائشة الاقتصاد المستدام، التكنولوجيا والابتكارات أيضا من المحاور الرئيسية في هذا المنتدى، وهنالك محور ركزت عليه هيئة الصحة بدبي من خلال هذا المنتدى، وهو محور جدا مهم، هو محور الشباب والرعاية الصحية، بين قوسين الاستثمار في جيل الشباب. إذن هذه السبع محاور اللي تتجسد جميع فعاليات منتدى دبي الصحي حولها من خلال هذه المشاركة في الدورة الثالثة. المؤتمر على مدى يومين 21 و 22 يناير الجاري، أيضا نحن موجودين في المعرض المصاحب لهذا المنتدى وهو معرض متخصص تشارك به 20 شركة. في هذا المعرض هنالك يعني الكثير من المعروضات إن صح التعبير أو الكثير من المنصات اللي تعرض آخر الابتكارات والتقنيات الصحية. كنا أعلننا دكاترة أن اللي عدد المشاركين المتوقعين في المنتدى منتدى دبي الصحي بيكون 1500. المفاجأة أن وصلنا اليوم إلى 2500 مشارك ما شاء الله. موجودين في جميل. المنتدى، القاعة يعني ملأة على عن بكرة أبيها بمختلف المتخصصين في القطاع الصحي، سواء كانوا أطباء ممرضين إداريين منو ما كان موجودين هنا عندنا في هذا المنتدى. أيضا هنالك بما أني أنا ياساخذ جولة في هذا المعرض فقاعد أشوف أيضا في مشاركات كثيرة موجودة في هذا المعرض. يمكن أتطرق لها لأن معظم اللي موجودين حاليا في قاعة الافتتاح. قاعة الافتتاح أنا ما أقدر أدخلها حاليا لأن بيكون الصوت مش واضح. نعم. هني في المعرض عندنا
أيضا سيشن خاص بحديث الصحة ويسموه الهيلث توكس. الحديث الصحة هني تعرض من خلال هذه الحلقة النقاشية الكثير من المواضيع اللي بنحاول نشرح لكم إياها إن شاء الله بعد الفاصل إذا ما لقينا أحد من المتحدثين يفضلنا شوية، لأن أنا الوقت المشكلة يعني ما أسعفني في عملية النقل السليم. ولكن أنا بدخل على واحدة من الجزئيات الجميلة في هذا المنتدى. عندنا في وقت ولا بخلي عقب الفاصل أحسن، اللي هو بس بعطيكم بشكل سريع ممكن بعدها أدخل ما بين الفرق، لأن أشاهد هني في الركن الخاص بهاكاثون دبي الصحي. هاكاثون دبي الصحي هذه مسابقة أطلقتها هيئة الصحة بدبي على مدى ساعات العمل في منتدى دبي الصحي. الآن هنالك يعني ورشة تعريفية بأهم المحاور والنقاط اللي يجب على المتسابقين أنهم يعني يلتزمون فيها في شرح لفعاليات هذه الهاكاثون. هنالك العديد من فرق العمل التي تعمل على إيجاد أحدث الأفكار والابتكارات اللي من خلالها ممكن هيئة الصحة بدبي تستفيد من هذه الابتكارات، والفائز بالمركز الأول من خلال هذا الهاكاثون راح يحصل بالإضافة للمبلغ الجائزة المالية اللي هي 60,000 درهم. راح الجائزة الكبرى أن هذا الابتكار وهذه الفكرة سوف تدخل حيز التنفيذ مع هيئة الصحة بدبي، وبتحاول الهيئة أن توجدها على أرض الواقع الفكرة الفائزة اللي بيعلنون عنها في أسبوع الابتكار. فالكثير من فرق العمل اللي موجودة هني، في بعض الأشخاص أيضا يعني يشتغلون على شكل فردي من خلال أفكارهم لتطبيقها لوضعها ضمن النظام اللي حطوا لي هذه المسابقة. الفائز الثاني أعتقد بيحصل 30,000 درهم، والفائز الثالث على بيفوز ب10,000 درهم. جواز قيمة ما شاء الله محمود، يعني حق الفائزين. دكتورة تدرين الجميل والفريد من نوعه في هذا الهاكاثون أن تم تخصيص الموضوع الرئيسي في هذه المسابقة للابتكارات الخاصة بذوي الهمم. يعني هذه الشغلة الجميلة اللي حطوها في هذا الهاكاثون أن الواحد يفكر ويبتكر في هذا الإطار. فنشوف يعني أنا ياليت يعني أقدر أصور لكم، نشوف فرق عمل قاعدة تشتغل والكل مركز في اللابتوب ماله، والكل قاعد يشتغل وفي مناقشات قاعدة تصير على اليمين، وفي ناس هناك يحاولون قدر الإمكان أنهم يعني يسابقون الوقت، لأن الوقت يومين فأنت لازم تطلع بفكرة وتفوز فيها. هذه بتكون فيها لجنة تقييم ولجنة اختيار الفائزين، وبيتم الإعلان عنها في أسبوع الابتكار القادم إن شاء الله في أكتوبر. إذا أسبوع الابتكار بيكون في أكتوبر ولا والله ما أتذكر في أكتوبر متى بيكون تعرفين؟ في أكتوبر أتوقع، بنتأكد محمود. بس بعد اللي يشجع أكثر أن فكرة الشخص اللي بيفوز بتتطبق، يعني حلو فكرتك وحدة من أفكارك تتطبق على أرض الواقع، وتحس أنك قاعد تخدم فئة كبيرة وفئة مهمة في المجتمع. هذا أكبر تكريم الواحد ممكن يحصل عليه. التكريم المادي بيروح، لكن التكريم الكبير أنك أنت تشوف فكرة قاعدة تطبق وتشوفها تخدم فئة مهمة في المجتمع اللي فئة ذوي الهمم. هذه الأفكار اللي تطبق ما تعرف، يمكن سبحان الله باكر تشوفها فكرة عالمية مسجلة باسم هيئة الصحة بدبي، وانت اللي طلعتها من خلال هذا الهاكاثون. تخدم فئة كبيرة. بنطلع فاصل محمود، نرجع لك إن شاء الله مرة ثانية عشان نكمل تغطيتك لمنتدى دبي الصحي 2019. أعزائي المستمعين، راح نطلع فاصل ونرجع لكم عشان نكمل التغطية، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. و
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. اليوم حلقتنا تركز أكثر شيء على منتدى دبي الصحي 2019، وبعد ما نأخذ هذه التغطية من الزميل محمود الموجود حاليا في مركز دبي التجاري العالمي لتغطية فعاليات هذا المنتدى لتقام أعماله على مدى يومين اليوم مباشر إن شاء الله، مع وجود نخبة من المتحدثين والورش التفاعلية، وفي متحدثين بيتكلموا عن تجاربهم الشخصية، منهم وزراء منهم مشاهير. باقي الحلقة إن شاء الله بعد ما نخلص تغطية منتدى دبي الصحي 2019 راح نكمل اللي بدينا فيه الحلقة اليوم، صح عايشة، عن نمط الحياة الصحي. عن نمط الحياة لما نتكلم عن تخفيف الوزن وأهمية الرياضة، راح نكمل إن شاء الله هالحلقة. فراح نذكركم برقم التواصل عشان ترشونا رسائلكم إذا حابين تتواصلون معنا عن طريق الهاتف. التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حنرجع عن محمود عشان ناخذ تغطية إذا حصل حد من الضيوف عشان يحاورة بخصوص منتدى دبي الصحي 2019. صباحك ورد مرة أخرى يا محمود. صباح النور دكتورة ندى ودكتورة عائشة من الاستوديو العلمي، نحييكم. وأيضا أنا دخلت في ما بين فرق عمل الهاكاثون بأمانة، وبحاول أني ما أطول على أساس أني أخلي أكبر قدر للمستمعين يستفيدون من الموضوع الرئيسي اللي أنتم طارحينه، ولكن أنا بتكلم بشكل سريع. مع هني عندي الدكتورة لطيفة الرشماني، مدير مكتب خدمات ذوي الهمم في هيئة الصحة بدبي، صح هذا المسمى دكتورة؟ يعني أنت موجودة وياسر شفتك في نصف القاعة في هاكاثون دبي الصحي من منتدى دبي الصحي، أبغي بس أخذ انطباعك عن هذا الموضوع وأيضا تعطينا فكرة عامة عن هذا وأهميته. تفضلي دكتورة. هو طبعا احنا اول مره نسوي هاكاثون دبي، هاكاثون صحه في الصحه في هيئه الصحه. مبدا هاكاثون الهاكاثون اصلا انه يجمع مجموعه من الطلبه او مختصين في الاي تي تكنولوجي في هالمجالات، نعطيهم تشالنج او تحدي معين وبعدين هم يطلعون لنا حلول. ممتاز جميل. فاحنا عطيناهم تحدي هالمره، هو بخصوص الاعاقه والاعاقات الذهنيه، الاعاقات النفسيه والاعاقات الحركيه، وعندنا طبعا مختصين في هالمجال، مختصين سواء عندهم اطفال او عندهم ناس عندهم اعاقه، او انه يكونوا مختصين في هالمجال يعني دكاتره ويشرحون لهم شو التحدي وهم يطلعون لنا حلول. يعني ممتاز دكتور لطيفه، كيف تم اختيار الاعضاء في هيئه التحكيم؟ يعني ان الواحد ممكن انه الفكره اللي بتطلع فيه ان تكون سيده التركي. شاكرين للدكتوره. شكرا دكتوره لطيفه. كانت معانا الدكتوره لطيفه الرستماني، هي موجوده حقيقه ضمن فعاليات هذا الهاكاثون. دكتوره انا هناك اشوف كابتن ماجد العصيمي. كابتن ماجد موجود، طبعا هو شوي مشغول، هو احد يعني الشخصيات العامة المشهورة من ذوي الهمم. بحاول أكلمه، ما أدري إذا أقدر أخذه ولا لا على الهواء، بس ما شاء الله أشوفه وايد مندمج في الحوار ما بين يعني فرق العمل والمسؤولين عن هذا الهاكاثون، يا يتابع هذه المواضيع، لأن بالفعل وجود مثل هذا الهاكاثون يعني وضع الأفكار هذه ووضع هذه العقول المبدعة من الشباب الصغار هذين وفرق العمل اللي موجودة هنا من مختلف الجامعات ومختلف الأماكن لإيجاد مثل هذه الحلول، يعني شغلة جميلة. أنا أشكر المنظمين في منتدى دبي الصحي على إيجاد مثل هذه المسابقة ضمن منتدى دبي الصحي. طيب شيء جميل بعد إدخال المجتمع. ماجد ناخذ معك كلمة، نحن على الهواء الآن في نور دبي برنامج صحة وسعادة. أعرف رأيك بس بشكل سريع عن هذا الهاكاثون ووجوده ضمن منتدى دبي الصحي. أنا سعيد جدا أول شيء، وأشكر هيئة الصحة على إقامة هذه الفعالية. أنا بالنسبة لي واحد من أصحاب الهمم مستخدم كرسي متحرك، أعتقد أن منصة ضرورية وتفاعلية جدا
بتعطينا حلول وبتعطينا في عالم التكنولوجيا وفي عالم التطور بتعطينا حلول نحن أصحاب الهمم وغيرنا وأسرنا في أن نحن تكون حياتنا أسهل وأفضل من خلال هذه الاختراعات والأشياء اللي بتطلع منها الثلاثين ساعة هذا الهاكاثلون. المجموعة اللي موجودة هنا بعد ما نطلع إن شاء الله هي أكيد راح يطلع كم من اختراع بيسهل حياتنا وايد. شاكرين لك كابتن ماجد العصيمي ونتمناكم التوفيق. شكرا لكم يا طويل العمر وبارك الله فيكم وفي جهودكم إن شاء الله. يعني مثل ما سمعنا كابتن ماجد يثني هو واحد من الأشخاص المستفيدين من هذا الموضوع، هو صحيح. يعني شخصية من صح من ذوي الهمم ولكنه مبدع في العديد من المجالات، يعني وجوده مثل هذا التواجد الكبير للكثير من الشخصيات في مختلف المجالات في منتدى دبي الصحي يعطينا بعد آخر لهذه الدورة، بعد عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأيضا هنالك الكثير من المؤشرات اللي أصلا تم ربطها بعام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني أنا ما أبغى أطول عليكم أكثر. محمود بس تعطينا شوي بعض الأسماء الضيوف المميزين اللي شفتهم في المنتدى في اليوم الأول. والله شوفي ما بين الأسماء الكبيرة اللي موجودة حقيقة عدد كبير من الوزراء وعدد كبير من قادة الرأي في القطاع الصحي، ولكن البارحة نحن طرحناهم كلهم دكتورة، طرحنا جميع الأسماء في هذا المجال. أيضا الدعوة مفتوحة، أبغي أفتح بس الدعوة للجمهور اللي يبغي يحضر يسجل ضمن الموقع dubaihealthforum.org بيتعرف على كل المتحدثين اللي موجودين عندنا في هذا المنتدى. أيضا ممكن أن يسجل لحضور هذا المنتدى. نحن اليوم الأول ما زلنا مستمرين، تونا مبلشين اليوم، عندنا إن شاء الله بتكون جلسات كذلك في الغد وجلسات مهمة. في عندنا جلسة خاصة ضمن 100 موجه، هذه أنا أبغي أذكرها لأن ما جت تطرقنا لها، بتكون ضمن الجلسات اللي تقيمها يعني وزارة الشباب. هذه الجلسة 100 موجه يختارون فيها مجموعة من الخبرات يديرها الشباب ضمن مختلف الأماكن. الجلسة القادمة بتكون ضمن منتدى دبي الصحي ومع معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي. معالي بيستعرض تجربته مع الشباب في هذه الجلسة، هذه دعوة كذلك نوجهها للجامعات وكليات الكليات المنتشرة في دولة الإمارات إنهم على الأقل يبعثوا مجموعة من الطلبة لحضور هذه الجلسة للاستفادة من خبرة واحد من القيادات في دولة الإمارات اللي يعني له باع كبير في مختلف المجالات. معالي كلنا نعرف سيرته المليئة بالإنجازات والمليئة بالخبرات اللي نحن يعني نستفيد منها كل يوم كعاملين في هيئة الصحة بدبي. صحيح. وأيضا يعني ما يمنع أن هذه الخبرات توجه إلى الشباب لينطلقوا في حياتهم وأيضا تكون حياتهم مليئة بالإنجازات، فبتكون إن شاء الله جلسة من الجلسات اللي نترقبها بشغف. أنا بغيت بس أؤكد على هذا الموضوع، وهنالك العديد من الجلسات كذلك اللي ممكن الواحد يستفيد منها واللي تكلمنا عنها خلال الأيام السابقة. جميل. يعني باختصار كل اللي ممكن تشوفونه اليوم، أنا اليوم وايد تكلم ما خليتكم ترمسون دكاترة. يعطيك العافية محمود، شكرا على التغطية الجميلة هاي، وإن شاء الله باشر بيكون عندنا معك مرة ثانية تغطية لليوم الثاني وفعاليات اليوم الثاني لمنتدى دبي الصحي 2019. يعطيك ألف عافية، حين نتركك عشان تستمتع بالورش التفاعلية والهاكاثون، ونتري إن شاء الله منك باشر صبح نصبح عليك وتعطينا التغطية لثاني يوم. شكرا لك محمود، نهارك سعيد. شكرا دكتور، شكرا، نهارك سعيد. ما شاء الله منتدى جميل جدا، مثل ما محمود فتح الدعوة أن كل حد حاب يحضر المنتدى اللي يعني ثري جدا
بضيوفها والمتحدثين اللي فيه بالمحاور راح تطرح فيه والمواضيع بالضبط. فسجلوا في المنتدى موجود على كل وسائل التواصل الاجتماعي، اكتبوا حتى في محركات البحث منتدى دبي الصحي 2019 افتح لكم الصفحة سجلوا اليوم. ما شاء الله لا يزال في بدايته، الافتتاح كان من فترة من دقائق من ساعة أتوقع كان الافتتاح، فبالتالي الورش توها تبتدي، ممكن تحضرون حتى الهاكاثون تشوفون المبادرات اللي تم طرحها لذوي الهمم. وبعده مستمر بعد لين باكر. صحيح. ونفس ما ذكر محمود أن كان المتوقع 1500 بس ما شاء الله زاد 1000 يعني 2500 الحضور. هذا دليل على أهمية المنتدى. وثاني شيء المواضيع المهمة اللي قاعد يتطرق لها. صحيح بالضبط. مثل ما قلنا اليوم حلقتنا بتكون عن نمط الحياة الصحي. في رسالة جدا إيجابية وصلتنا تقول مشكورين على البرنامج المبدع، برنامجكم يشجعني كل يوم أمشي ساعة في نفس وقت البرنامج لأن برنامجكم يعطيني حماس وتشجيع لممارسة رياضة المشي، واستماعي لبرنامجكم رائع والله يقويكم. شكرا يعطيك شكراً. أو يعطيك العافية، ما عرفنا الاسم مو مذكور، يعطيكم ألف عافية. وهذا هو الغرض عايشة في النهاية، يعني أننا نقعد على الهواء نسولف لمدة ساعة ونعطي نصايح ونشجع على نمط الحياة الصحي. هذا هو الهدف، هذا هو الثمرة الحقيقية لبرنامج صحة وسعادة تطبيقها. وثاني شيء حلو أن استقلال الوقت، يعني بما أن الواحد يسمع البرنامج لا يسوي شيء ثاني خلال الوقت. بالضبط، يعني تسمعون البرنامج وتمارسون رياضة المشي اللي احنا نشجعكم على ممارسة الرياضة. في رسالة ثانية تقول سلام عليكم، نشكركم على البرنامج الجميل، شكرا الأجمل تواصلكم. طبعا موضوع تأمين الأسنان العلاجي وليس التجميلي، أرجو طرحه على المسؤولين لكي يضاف التأمين الإجباري وشكرا. إن شاء الله نخلي ميرا بعد تنقل الملاحظة لفريق التأمين وإن شاء الله يتم إضافته قريبا. مثل ما قلنا اليوم حلقتنا كلها عن نمط الحياة الصحي. تكلمنا أول شيء بخصوص الجهاز اللي يتركب أساس إنزال تقليل الوزن. صحيح. بخصوص السمنة. الحين عندنا شيء ثاني بعد مهم اللي هو الكشف عن طريقة لتجديد شباب الدماغ. طبعا احنا نروح نسوي رياضة حق جسمنا لكن عقلنا شو اللي يسوي للرياضة، شو اللي جدده؟ الحين بتخبركم عايشة. هذه استنتج علماء جامعة ديوك الأمريكية بولاية كارولينا الشمالية أن ممارسة التمارين البدنية بصورة منتظمة يمكن أن تقلل من ضعف الإدراك في سن الشيخوخة وتجدد شباب الدماغ. وتفيد مجلة نيورولوجي بأن العلماء أجروا تجربة اشترك فيها 160 شخص أعمارهم فوق 55 سنة، كانوا جميعهم يعانون من صعوبة التركيز وضعف الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات ويتحركون قليلا، ولكن لم يعاني أي منهم من الخرف. وقسم الباحثون المشتركين في التجربة إلى 4 مجموعات. أفراد المجموعات، المجموعة الأولى كانوا يمارسون التمارين البدنية 3 مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة، لمدة نصف سنة. أما الأفراد المجموعة الثانية فاتبعوا نظام الداش في التغذية الذي توصف لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيما جمع أفراد المجموعة الثالثة بين التمارين البدنية ونظام داش، واستمر أفراد المجموعة الرابعة في نمط حياتهم المعتاد. طبعا اكتشفوا ان الناس اللي اتبعوا ان كانوا على نمط حياة غذائي ورياضة كان عندهم شباب المخ أفضل، يعني أن الخرف عندهم الخرف والنسيان ومشاكل تجي بالعادة مع الكبر في السن قلت. هاي دل أن الرياضة دائما لما إحنا نعطي، يعني الرياضة حاليا تعتبر وصفة، يعني أنا لما يجيني مريض أنا أوصف له أنه يمارس رياضة، هو جزء، هي وصفة. يعني كثير من المرضى لما يجون العيادة عاشة وتقول له أنت وصفتك اليوم أن أنت تمشي نص ساعة 5 أيام في الأسبوع، في مرضى يقول لك هذه مو وصفة، ولكن هذه هي الوصفة، أنا أعطيك شيء مجاني ما له عرض جانبية وفي نفس الوقت فوائدة لك على المدى البعيد، شباب المخ والجسم له. وحتى في نفس الوقت بتم لأنه بيحس بتغيير في حياته، بيحس بإيجابية في حياته، أنه قاعد يتحرك بيده أشياء وايدة يقدر يسويها، ما بس دواء ياخذه وخلاص، لا بيحس أن بيده هو يتحكم حتى في مرضه. بالضبط. المشي بالذات يعني دائما أنا مرضاي أقولهم المشي لأنه الرياضة المجانية، دائما الناس تحاتي لما تروح للدكتور بيقول يشترك في جيم وادفع رسوم اشتراك، المشي امشوا أي
مكان تستطيعون تمشون صيفا وشتاء. في الصيف ترمون تمشون قبل ما تطلع الشمس، تمشون على آخر أوقات العصر طبعا بعيد عن حرارة الشمس تكون الشمس عمودية. في الشتاء نفس الشيء ترمون، يعني أتوقع في الشتاء ممكن واحد يمارس رياضة المشي طول اليوم لأن الجو يكون دائما مناسب. في أي مكان، في أي مكان ممكن تمارسه، في حوي بيتنا ممكن تمارسه، الحدائق والحين والممشى في تقريبا كل فريج في ممشى حالي. وحتى بالنسبة للصيف يعني جونا حتى لو نقول حار أو زيادة الرطوبة، بس سبحان الله لاحظوا مولاتنا أو مراكز التسوق عنا كبير بطريقة، يعني كذا مرة كنت أسير مول إمارات أو مول دبي أول الصبح في ناس تمشي، يعني ما خدتنا كرياضة صحيح. نفس يعني ما قالوا أنه والله شمس أو حر أو رطوبة، استقلوا أماكن ثانية. صحيح. إحنا بذكركم أول شيء بأرقام التواصل عشان تتواصلون معنا بخصوص هالبرنامج على 600551414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما قلنا أن شباب الدماغ يتم عن طريق ممارسة الرياضة وطبعا الأكل الصحي. وأنا صراحة يا عاشة ما أحب أستخدم مفهوم الأكل الصحي، يعني أنه كأنه في ليبل نحط علامة هذا صحي هذا صحي. كل الأكل نعمة وكل الأكل زين، الحمد لله. أنت ايش كثر تاكل منه يخليه صحي أو غير صحي. حتى مثلا ميون أمهات يسألون عن الوجبات السريعة، يعني يقول مثلا أنا عيالي يحبون الوجبات السريعة، أنا عمري ما أعتقد في دكتور بيقول منعوم 100%، أي شيء تمنعونه منه راح يحبونه أكثر. خلي يأكلون ولكن أنت تقيسي مثلا مرة في الأسبوعين، مرة في الأسبوع، بدل ما ناخذ الوجبة الكبيرة اللي هي البطاطا أكبر حجم والجبن الزيادة والمايونيز وغيره وغيره، لا ممكن تأكلون ولكن حوروا فيه شوية بحيث ما يستوي حرمان وفي نفس الوقت ما يستوي اعتماد إنه يلغي وجبات العادية في البيت. ودائما أنا أتابع مع عيالي أسلوب المقايضة، إذا يبون وجبة سريعة أقولهم مو مشكلة بناخذ وجبة سريعة، في المقابل لازم تخلص غداك كامل لمدة 3 أيام، اليوم الرابع بطلب لك الوجبة السريعة اللي أنت تباها. في نظام مقايضة يكون، لا تحرمون 100% لأن الحرمان 100% بيخلوهم يحبون الشيء أكثر ترى، وأحيانا يدخلوا مرحلة العناد هذه إنهم ما يبغون يأكلون شيء لما تبونهم الوجبة السريعة اللي هم يبونها. وحتى كذي انت تضمنين لانك تعلمين الطفل من الصغر يعني كيف يتحكم حتى برغباته. صحيح. حتى اذا طلعوا يا ربع صار اي مكان خلاص انت عارفه انه هو بيتحكم، ما يحتاج حتى انت توصين على هالاشياء. بالضبط. واحنا نقدر نزرع في عيالنا نمط الحياه الصحي ترى من صغرهم. في كثير من الامهات تقول لا الطفل ما يفهم، منو قال ما يفهم؟ بالعكس انت تقولين له هذا صحي وهذا غير صحي، هذا زين مثلا اللي عند الكاكاوات والشيبس وغيره تقول له ماما هذا مو صحي، راح ناخذ منه حبه واحده فقط في اليوم. لكن الاكل الصحي ممكن الطفل ما يفهم بالضبط شو يعني كلمه صحي، لكن ادخليه من المدخل هم يبونه. دائما الاطفال الصغار شو يبون يكبرون، يبون يركضون اسرع، يبون يقفزون اسرع اعلى، ويبون يكونون اذكى. فادخليني من هذا المدخل. انا عيالي دائما هستمين معهم اقول لهم تطولون اسرع، تكبرون اسرع، تقفزون اعلى. فتدخلين للطفل من هذه الناحيه، هو هذا هو المصطلح ويفهمه ان هذا صحي. ايوه ويربطه دائما في يوم ما يكبر. وحتى عقب ما يخلص الاكل تشوفينه يقول ها طولت، ها اقول له نط، ما شفت عمرك تنط اسرع تنط اعلى. فادخلوا له من هذا المنحنى. ودائما هي سياسه التفاوض في البيت نمية عند الأكل. على العموم الأكل دائما هي نعمة من نعم الله، لكن يجب أن نحسن استغلالها. ولما نقول على الأكل في دراسة أنا وايد حبيتها، لأن أنا إنسانة وهي عن الفول، وأنا إنسانة أحب الفول. اللي يتابعوني في وسائل التواصل يعرفون أن يوم الجمعة لازم أتريق فول، أحس هو الريوق الصحيح. شو تقول الدراسة؟ تقول الفول يقاوم التوتر ويحافظ على مستوى السكر في الدم. خبير تغذية سعودي أكد أن تناول طبق فول متوسط يمنح الجسم احتياجاته من العناصر الغذائية لتقاوم التوتر والإجهاد وتحافظ على مستوى السكر في الدم، لكنه حذر من الإفراط في تناوله حتى لا يتسبب في ارتباك عملية الأيض أو الميتابوليزم. وطبعا هذا يمشي مع كل شيء ناكله ما نكثر منه. أستاذ علوم الأغذية والتغذية في جامعة الملك سعود اسمه الدكتور إبراهيم بن محمد أبو الحسن قال طبق الفول الواحد يعادل 300 جرام من اللحم، 300 جرام يعني أكبر من الكف تقريبا، غني بالعناصر الغذائية المفيدة للإنسان، بروتينات، فيتامينات، أملاح معدنية، وله دور في مقاومة التوتر والإجهاد اللي يصيب الجسم، ومفيد للقلب من حيث زيادته لمستوى الكوليسترول الجيد في الدم، علاوة أنه يخفض ضغط الدم لدى النساء في مرحلة سن اليأس، ويحافظ على مستوى السكر في الدم بسبب بطء هضمه.
ونصح خبير التغذية بتجنب شرب الشاي مع الفول واستبداله بالحليب أو عصائر الحمضيات كالبرتقال والليمون لاحتوائها على الفيتامين سي أو فيتامين جيم المساعد على امتصاص الحديد من الفول. فعلا أنا لو كلت فول الصبح أكون شبعانة للغدا. صح هو أحلى شيء. حسين أنت شبعانة. أحلى شيء. أحلى شيء. طبعا وايد ناس ما تحب تأكل فول ليش؟ على أساس بس طبعا مو بالكل يحسبها شيء، يحسون بخمول وكسل. ويسوون مغازات بعض الأحيان. هاي. فكيف نتفادى؟ أولا نغير مفهوم أن الفول بيسبب لنا هالشيء، هذا صح. أول شيء. ثاني شيء، في نكهات أو بهارات معينة تحطينها للفول أوريدي تقللك حتى طريقة الطبخ الغازات. تكون تختلف صح. فتقللك مشكلة مثل الغازات. الكمون، لو حطيت الكمون على الفول يساعد في التخفيف من الغازات، زائد الكمية. يعني لو أنا أكلت فول صح نعود طبيعي بحس بالكسل، حتى مو فول لو كلنا أي شيء عادي شي. بتحسين بعد بخمول. ليش يستوي الخمول؟ لأن الدم يتحرك من الدماغ ويروح للمعدة عشان يساعدها على الهضم. فأكلوا كمية بسيطة، وأهم شيء المضغ الجيد. أي أكل تأكلونه مضغ جيد يكون يخلي الهضم المعدة مرتاحة أكثر، الهضم سلس أكثر، بالتالي ما تحسون بالخمول فترة طويلة، حتى تحسين بطعم الأكلة. بالضبط صح. تعودنا أن مرات ناكل على السريع وبسرعة بسرعة ما نحس بالنكهات الموجودة. صحيح. إحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. شكرا لك دكتورة عائشة البسط بجوش معنا اليوم. شكرا دكتورة ندى. شكرا لك، ومع شكرا عيسى سبيل على وجودك معنا في الإخراج، وأم خليفة من الخفلي في التنسيق. اليوم ريحناها ميرا، لا قلنا لها اتصلي في حد غير محمود، بس ما كان عندها، كانت مستمتعة بالحلقة اليوم معنا ميرا. وشكرا لكم مستمعين لتواصلكم ولاستماعكم لنا على مدار ساعة على الهواء. احنا ان شاء الله شكرا محمود بعد البث المباشر لمنتدى دبي الصحي. ايوه صحيح صحيح، باكر مع محمود بث مباشر لمنتدى دبي الصحي، فاللي ما سجل يلحق يسجل، وتابعونا ان شاء الله باكر. برنامج صحه وسعاده من الاحد الى الخميس من الساعه 10 للساعه 11 الا 10 تقريبا. الى نلقاكم ان شاء الله في الغد، نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.